عرفة عبد الرسول ممثلة مصرية شهيرة في الأدوار الثانوية من مواليد 1954، تنبض بالحيوية والحب، وكأن الزمن تركها عند سن 10 في حي الحضرة بالإسكندرية عندما كانت تستقل دراجتها لتحضر لوالدها البقال أغراض محله، ثم تعود إلى البيت محملة بالكثير من الحكاية ترويها لأختها، ثم حين ذلك ستروها بعد ذلك على مسارح مصر كحكايات لا تنتهي. الأب الشديد أدرك ولع ابنته بالفن والتمثيل، لكنه لم يقوى على بعدها ما حال دون دراستها التمثيل في القاهرة، فالتحقت بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية. تزامنا مع ذلك خطت مشوارها الفني بدءا من مسرح الكلية إلى إذاعة صوت الإسكندرية ومسارحها. تقيم عرفة في القاهرة، تعمل وتتواصل مع الجميع، تجحد همتها بالكثير من الاهتمام والحب كي تقدر على الاستمرار، ولا يخفيها إلا خيانة الجسد كما تقول. عن الحياة في العاصمة تحكي: القاهرة مطحنة علينا استغلال كل ثانية فيها كي نستطيع مواكبة إيقاعها، مؤكدة أنها منحتها ثقافة واسعة ومختلفة عن ثقافة الأقاليم، وأنها تجتهد كي تجاري إيقاعها السريع عبر العمل المتواصل ولقاء وجوه جديدة تتطلع من خلالها على اللغة الجديدة والمواضيع الجديدة. الأمر مختلف في الإسكندرية، مدينتها التي عاشت فيها حوالي 50 عاما جلها على خشبة المسرح بإيقاع أكثر هدوءا وبساطة لتعطف حياتها، وتأتي إلى القاهرة عام 2006 كي تكون الشاشة الصغيرة عتبتها اللاحقة، فردت فيها مساحة خاصة وقدمت شخصيات تركت أثرا بالغا في وجدان الجمهور. عزز ذلك إتقانها لمفرداتها وأدواتها إضافة إلى ملامحها المصرية الخاصة. عرفة عبد الرسول سعيدة بالشهرة التي حققتها متأخرة، تؤكد أنها تمنتها وسعت إليها، معللة بأنها تمثل من قلبها وأنها قريبة من جمهورها وتلمس حبه على اختلاف طبقاته، وأنها تحكي قصص هؤلاء جميعا عبر أدوارها، فهي بسيمة الخادمة الحنونة في مسلسل لا تطفئ الشمس، وأم محسن القوية الثابتة في مسلسل الميزان. أما دادا عرفة ستضحك حتى في صمتها خلال المسلسل الكوميدي الوصية وغير ذلك من الأعمال. ما يزال في جعبة الممثلة المصرية منجم هائل لشخصيات كثيرة قبلتها وتشبعت بها وتنتظر الوقت المناسب لتؤديها. تقول أنها لا تختار الأدوار بل تعرض عليها الشخصيات التي يدرك مخرجوها أن لا أحد سيؤديها إلا عارفة، وهذا مصدر فخر وسعادة بالنسبة لها. حال قراءة النص يقرر المخرج أن هذا الدور مكتوب لي، وعندما يحدثني أجزم أنه يرشحني لدور جيد حتى ولو كان مشهدا واحدا. تتابع أنها لا تخطط لشخصية وتدرسها، فور قراءة للنص أتصور ملامحها وكيفية تعاملها. كل ما يعرض علي هي شخص مرت في حياتي، لديه مخزون كبير، ناس كثر في داخلي أتقن لغتهم وأسلوب حياتهم وتواصلهم في أي وقت، وأخرج الشخصية. عزز ذلك السنون 30 سنة التي أمضيتها على خشبة المسرح، إضافة إلى حرصي على تقديم الشخصية بصدق وبأفضل إحساس. فوضى مواعيد التصوير أكثر ما يضايق عرفة عبد الرسول حسب قولها، وتعزيه إلى دخول التصوير بسيناريو غير مكتمل، وأن بعض الأعمال يبدأ تصويرها بما لا يتجاوز 4 حلقات. عندها لا أدرك
مساحة دوري وأضطروا للتواجد في مواقع التصوير دون معرفة مواعيد ظهور شخصيتي، الأمر الذي يسبب الإرهاق. تؤكد أن تأخر شركات الإنتاج في دخول الموسم الرمضاني هو أحد أسباب هذه الفوضى. أيضا إضافة إلى التلفزيون، قدمت الممثلة عارفة عبد الرسول إلى الشاشة الكبيرة فرصا عديدة عبر أفلام شاركت فيها كبار المخرجين والنجوم المصريين، لعل أغزرها السنة الأخيرة كما تقول. شاركت في فيلم البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين للمخرج أحمد الجندي بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربيني، وفيلم حضر التجوال مع المخرج أمير رمسيس والممثلة إلهام شاهين وأمينة خليل. حاليا تصور فيلم كيرا والجن إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد وبطولة أحمد عز وكريم محمود عبد العزيز وروبي. تعتبر عبد الرسول أن السينما أطول عمرا من التلفزيون وتمنح الممثل شهرة أكثر وسعة وسرعة، فضلا أن الأفلام تتجاوز المحلية ليتعدى الممثل حدود بلده حتى ولو كان الفيلم قصيرا. فرقت المسرح الورشة المسرحية من المحطات الفارقة في رحلتها الفنية عملت فيها عند انتقالها إلى القاهرة، ولا تزال حتى هذه اللحظة. آخر منجزاتهم مشروع حكي أونلاين، فيديوهات حكي يبثها أعضاء فرقة من بيوتهم، وشكل جديد من أعمال الورشة تماشيا مع ظروف العجز الصحي. تؤكد عارفة أن الحكي من أشهر وأقدم الفنون في مصر وأنه جاذب للجمهور، خاصة لو امتلك حكاء موهبة الحكي بالسليقة. الحكي يحتاج وضوحا في الألفاظ وسيطرة على طبقات الصوت ومخارج الحروف وطريقة إرسالها، لكنه قبل ذلك موهبة تتجسد بالقدرة على التعبير والأداء والحركة أيضا، إضافة إلى الحضور وخفة الدم وإحساس عال بالمتلقي وإدراك المناطق التي تجذبهم، بدليل أن الحكاية ذاتها تختلف من وقع لآخر. الفنانة المصرية التي تختصر الفن بقولها هو كلمة وجمهور، امتلكت منذ صغرها حرفة الحكي، كانت تروي للعائلة وللأصدقاء حكاياتها في بقالة والدها بسوق الخضرة بالأسكندرية، تقلد أباها الصارم ونساء الحي البسيطات. الحكايات التي تحولت فيما بعد إلى عرض حكي حمل اسم حكايات بنت البقاء، قدمته في مسارح عدة في مصر وخارجها، وما زالت ابنة حي الحضرة تروي قصصها حتى اللحظة وتعدون بالمزيد مستقبلا. أمضيت 30 عاما من عمري على دراجتي، عشت خلالها أياما مليئة بالحركة والمشاكسات والمواقف غير المألوفة، جميعها أود تقديمها في شخوص قادمة، شخوص تجري وتطارد وتتسلق ولا تهاب ما تمر به، شرط ألا يخونني جسدي ويسبقني إلى حيث لا أريد. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.